نقرأ فيما يدور في العالم مع ضيفنا السيد عاصم منصور كبير استراتيجية الأسواق في أوربكس. أهلا وسهلا بك معنا سيد عاصم، ودعنا نبدأ بحالة القلق المتزايد في العالم من ارتفاع معدلات التضخم على كافة المستويات وفي كل الدول شرقا وغربا، يعني إلى أي مدى السياسات التشددية التي من الممكن أن تنتهجها البنوك المركزية قادرة على احتواء ظاهرة التضخم؟ صباح الخير. طبعا ارتفاعات التضخم الحالية كان سببها في الأساس العودة بشكل سريع جدا إلى الأنشطة الاقتصادية التي كانت مغلقة بسبب جائحة كورونا، فهناك تزايد في الطلب بشكل قوي جدا. أيضا الأموال الرخيصة التي ضختها البنوك المركزية بوتيرة لم يكن لها مثيل من قبل، واستقرار معدلات الفائدة عند مستويات صفرية في حالة لم كانت تتوقع البنوك المركزية أن تعود الأنشطة الاقتصادية بهذا الوضع، ساعدت بشكل كبير جدا على تسارع معدلات التضخم. فيما بعد جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتدفع معدلات التضخم إلى المزيد من الارتفاعات بسبب ارتفاعات أسعار الطاقة، والتي تلعب روسيا فيها دور كبير جدا سواء من ناحية الغاز الطبيعي برغم أنه سوق محلي، لكن أسعار النفط العالمية كان لها يعني حوالي ثلث النصيب من ارتفاعات التضخم الحالية. وبالتالي كان من الطبيعي جدا أن نشهد هناك تدخل من قبل البنوك المركزية والتغير في لهجة البنوك بعدما كانت تشير إلى أن ارتفاعات التضخم كان سببها عوامل مؤقتة. أصبحنا الآن نرى تسعير من الأسواق لأسرع وتيرة للتجديد النقدي مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسرع وتيرة منذ عام 1994، واحتمالات وصول معدلات الفائدة إلى 3%. يوم الاثنين بالامس لاحظنا عضو الفدرالي الامريكي جيمس بولارد يشير الى ان احتمال رفع الفائده بمقدار 75 نقطه اساس هو خيار غير مستبعد، لاول مره نشهد هذه الارتفاعات القويه. وبالتالي هناك تدخل من البنوك المركزيه لحد من معدلات التضخم المتسارعه، وايضا تلك التوقعات جعلت هناك تخوف لدى الاسواق من انزلاق اغلب الاقتصادات العالميه في حاله من الركود مره اخرى، لنعيد الى ذهننا مره اخرى التعافي الذي ياخذ شكل دبليو شيبد ريكفري من جائحه كورونا، اي ان هناك كان هناك ركود ثم تعافي ثم ركود، ثم سنشهد هذا العام كيف ستتصرف البنوك المركزيه مع معدلات التضخم الحاليه. نعم، يعني عاصم وسط كل هذه الاجواء، ما هي القنوات الاستثماريه ربما الاكثر حظا، دعنا نقول على اقل تقدير وسط هذه الأجواء؟ طبيعي جدا أن تستفيد قطاعات السلع والصادرات السلعية من الارتفاعات الحالية في أسعار السلع بشكل عام، والمعادن والنفط على وجه التحديد، والذي شهد بعض التراجع بسبب قيود الإغلاق التي فرضتها الصين، ولكن هناك يعني جانب إيجابي فيما يتعلق بالقيود القوية أو المتشددة التي تفرضها الصين، هو أن العودة إلى النشاط الاقتصادي ستكون أيضا بنفس سرعة التباطؤ. المستويات الحالية يعني لا تعكس الأسس الاقتصادية أو الأسس العالمية فيما يحدث بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي الاقتصادات التي تعتمد على صادرات النفط مثل دول الخليج والصادرات السلعية مثلما شاهدنا في عملات السلع سواء أستراليا أو نيوزيلندا أو كندا ستكون هي المستفيدة الأكبر من استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة في الوقت الحالي. ولكن من وجهة نظري تلك الاستفادة ستكون على المدى القصير والمتوسط، ولكن بشكل عام يعني الأسعار المرتفعة لن تكون في مصلحة الجميع على المدى الطويل. نعم، دعنا نتحدث أيضا عن تحركات الورقة الخضراء الدولار وتأثيراتها أيضا على الذهب، وإلى أي مدى الذهب يعود إلى هذه المظلة؟ يعني طبعا شهدنا ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في عامين واستقراره أعلى مستويات 100، وتلك الارتفاعات كانت مبررة بشكل طبيعي مع تسعير الأسواق باتجاه الفدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية خلال اجتماع مايو، واحتمالات وصولها إلى 3% بنهاية العام الجاري، وهي مستويات دعاها البعض بالمستويات الحيادية. فنحن نتكلم عن مدى زمني يعني عام واحد للعودة إلى مستويات حيادية. بعد الأزمة العالمية شهدنا العودة للمستويات الحيادية في خلال 4 سنوات، فهناك فرق كبير ما بين يعني المدة الزمنية التي قام فيها الفدرالي بتجديد السياسة النقدية، وبالطبيعي كان ارتفاعات الدولار الحالية مستفيدة من هذا الأمر. ايضا استفاد الدولار الامريكي من طلبات الملاذات الامنه بسبب يعني اتجاه المستثمرين الى الملاذات الامنه في ظل الاوضاع الحاليه، وكان الذهب ايضا من المستفيدين من الطلبات على الملاذات الامنه، وايضا
ارتفاعات التضخم الحاليه، وعاده كما نعرف ان الذهب يتم استخدامه في التحوط ضد التضخم، واستفاد مؤخرا من بعض التصريحات المعاديه من الجانب الروسي والاوكراني في ظل تفاقم الازمه وتراجع العائدات الامريكيه من اعلى مستوى في 3 اعوام، تلك العوامل دعمت ارتفاعات اسعار الذهب، ومن المتوقع ان نشهد المزيد من الارتفاعات على المدى القصير. نعم، انت تعلم ان سلاسل الامداد يعني اصيبت في مقتل جراء جائحه كورونا، لتاتي هذه الازمه وتكمل ما بداته جائحه كورونا ونشهد تعطل كبير فيها. يعني هناك قطاعات مهمه قد تتأثر بشكل مباشر، دعنا نتحدث عن قطاع السيارات من جهة والقطاع العقاري، ونحن قبل قليل كنا نتحدث عن توقعات مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية بارتفاع في أسعار المعادن وحتى الإيجارات. يعني قطاع العقارات كان من الأعوام الماضية مستفيد من السلسلة التسهيلية التي تتبعها البنوك المركزية، وبالطبع استقرار معدلات الفائدة عند المؤسسات السفرية ستدعم الإقبال على الرهون العقارية. في الوقت الحالي هناك بعض الدول التي اتخذت بعض الإجراءات للحد من فقاعات قطاعات العقارات، ومنها على رأسها في نيوزيلندا، واتباع سياسة الفاليو تو لون ريشيو أو نسبة القرض إلى قيمة العقارات. فمن الطبيعي جدا أن نشهد ارتفاعات قوية في قطاع العقارات بسبب اتجاه البنوك المركزية للسياسة التسهيلية المكثفة، ولكن في الوقت الحالي هناك توجه كبير لسحب بعض التسهيلات بشكل كبير جدا للحد من التضخم، وبالتالي سيكون قطاع العقارات ايضا من القطاعات المتاثره. ولكن في الدول التي تتبع نهج يعني سياسه تسهيليه مكثفه مثلا الاسواق الناشئه او تركيا، اعتقد اننا سنشهد المزيد من ارتفاع اسعار العقارات. فيما يتعلق بقطاع سلاسل الامداد، طبعا الصين تلعب دور مهم جدا في هذا القطاع وفرض قيود الاغلاق، لاننا لم نتعافى بشكل كامل من جائحة كورونا، وهناك يعني إغلاق كامل كما نشهده في شنغهاي. تلك الأمور ستدعم المزيد من يعني المشاكل الموجودة في هذا القطاع، وإن لم تحل على المدى القريب، وإن لم تحل الأزمة أيضا الروسية الأوكرانية التي تلعب دور كبير جدا في أسعار بعض السلع وعلى رأسها القمح في أوكرانيا، سنشهد المزيد من الارتفاعات بسبب سلاسل الإمداد. أشكرك عاصم منصور، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة.